بالآونة الأخيرة كثرت نسبة المشاكل بعالم اليوتيوب، أكبرها مشكلة فريق فافا نابولي اللي كانت بسبب قرار ياسمين بترك الفريق والمواصلة على يوتيوب بشكل حر. قلت لكم إن اليوم رح أحكي لكم موضوع كتير مهم. مثل ما بتعرفوا أنا أحد أعضاء فافا نابولي، ضليت أشتغل مع وسام لمدة سنتين وعملنا فيديوهات كتير حلوة. صح اشتغلنا سنتين مع بعض، أنا بتشكرك من كل قلبي، اشتغلنا وتعبنا سوا. حاليا مع الأسف عم يهددني ويقول لي إنه هو رح ياخذ قناتي وإن القناة مو ملكي، إنه القناة ملكه. إلا أنه المشاكل ما توقفت هون، فمؤخرا نرجع القصف من طرف أحمد مساد لوسام تيكت من بعد ما هديت المشاكل بيناتهم لفترة مؤقتة. هذه الحلقة التي طالما انتظرناها بفارغ الصبر، هذه الحلقة التي فلكت قفاي وانت بتكتبوا لي فيها وين ابو فزدة وين ما ابو فزدة، بس بعدنا تفردين ابو فزدة. حيث كان سبب المشكل فيديو احمد اللي حقق ملايين المشاهدات على يوتيوب واللي حكى عنه وسام تيكت بديستراك فيديو كول. انا اسراء غريب، عمري 21 سنة، بنت مثل كل البنات، عندي احلام عم بسعى اني احققها بمجتمعات شرقية ذكورية متشددة. قلت كل ظهور وجيتي على ظهري شي عجيب، ما رح تحتاجيني، اشتغلي سوشيال ميديا وطلعي مع الشلة على ظهر اسراء غريب. اسألني انا احسن ما تسأل مجرديني، اشتغلي سوشيال ميديا وطلعي مع الشلة على ظهر اسراء غريب. فبعدها اجى الرد من احمد في فيديو ينتقد فيه وسام تيكت والفيديو كليب. تفهمني غلط برقافة يعني يا عمو جوجل، عمو جوجل كيف بحول هذا الفيديو لانيميشن؟ شكرا عمو جوجل، عمو جوجل كيف بسترجي هذاك التيكت السخيف المحروق انه يجيب سيرتي مع انه بيعرف اني شخص هادف وهو شخص انشهر بالتحديات والنسوان والبياخة؟ عمو جوجل كيف مرات بيكون التجاهل افضل بمئة مرة من انك تمسك حدا وتمسح فيه الارض؟ فمؤخرا ومع انكشاف مشكل وسام وياسمين، نزل احمد مساد مجموعه من الستوريهات كهجوم على فريق فافا نابولي وانتقد فيه الخلافات اللي عم تحصل بيناتهم. بما انه يا جماعه الخير الكل عم بنشر مشاكله على السوشيال ميديا، خصوصا هذول الجماعه التافهين تبعون اليوتيوب اللي صاحب قناه فاصوليا لالولي، هذا عرفتوا ماشي. فالمهم فقررنا يعني نعرض مشاكلنا على السوشيال ميديا. فالسبب الحقيقي لخلافهم كان من الماضي وليس له أي علاقة بمشاكل فريق فافا نابولي وياسمين، فلحد الآن ما شفنا ولا رد من طرف وسام تيكت. فشو رأيكم؟ هل حيكون في رد من طرف وسام أو السكوت حتكون إجابته؟ تركونا رأيكم بخانة التعليقات.